السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إليكم موجز السادسة من قناة التناصح. طلب مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني طلب ضباط الجيش الليبي بأن يقفوا ضد اجتماعات القاهرة وأن يؤسسوا مجلسا عسكريا موحدا. واعتبر فضيلته ما جرى في مصر من ادعاءات لتوحيد الجيش إنما هو تكريس للظلم والانقلاب. في شأن آخر قال فضيلته إن على الناس أن يخرجوا في جماعات كبيرة رفضا للظلم واختطاف الناس ووضعهم في السجون دون وجه حق، مضيفا بأن الظلم وخطف الناس ووضعهم في السجون ظلما لا يولد إلا الانتقام. قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إنه لا يمكن أن يستمر الوضع الراهن في ليبيا كما هو عليه الآن. سلامة وفي إحاطة لمجلس الأمن بشأن ليبيا قال بأننا نحتاج إلى تشريعات قبل عقد الانتخابات المقررة هذا العام، مؤكدا أن على البعثة تعمل على إجراء انتخابات حرة نزيهة في ليبيا ومقبولة من الجميع. تابع سلامة بالقول بأن المؤسسات الليبية الحالية ترتكز على شرعية سطحية وتفويضات ركيكة أو منقسمة إلى أجسام متنافسة، ومن أجل القيادة وتوحيد الصف واتخاذ قرارات صعبة يجب أن تكون الحكومة آتية من الشعب، وهذا يعني انتخابات على حد قوله. دعت منظمة هيومن رايتس واتش الأمم المتحدة إلى حث حكومة السراج وما وصفتها بالسلطات المتنافسة في الشرق الليبي إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة قبل الإسراع بإجراء انتخابات عامة في هذا العام. وأوضحت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي أن الانتخابات الحرة والنزيهة تحتاج إلى بيئة خالية من الإكراه أو التمييز أو الترهيب في حق الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية، مضيفة بأنه ينبغي احترام حرية التعبير وسيادة القانون مصحوبة بسلطة قضائية فاعلة قادرة على التعامل بشكل عادل وسريع مع النزاعات المتعلقة بالانتخابات، كل ذلك بحسب المنظمة. دعت منظمة وتضامن لحقوق الإنسان ومجلس الشباب متعدد الثقافات دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى المطالبة بفك الحصار المفروض على درنة من قبل ميليشيات ما تسمى بالكرامة. وقالت التضامن ومجلس الشباب متعدد الثقافات في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، قالت أن مجموعات مسلحة تابعة للحكومة المقترحة وأخرى للكرامة لا زالت ترتكب انتهاكات جسيمة دون ما أي محاسبة. هذا وأعربت المنظمة والمجلس عن بالغ القلق من أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا لما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل وخارج مراكز الاحتجاز. في خبر أخير، حيث قالت وزارة الداخلية الإيطالية أن أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا عبر البحر إلى إيطاليا قد شهدت تراجعا ملحوظا مقارنة بالأشهر الأولى من العام الماضي. الداخلية الإيطالية في بيان لها الثلاثاء أوضحت أن أعداد المهاجرين قد قلت بنسبة 71% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، وأقل بنسبة 66% مقارنة بالعام 2016. إلى ذلك أشارت الداخلية الإيطالية إلى أن 4399 مهاجرا من إجمالي 6061 قد وصلوا إلى إيطاليا عبر المتوسط انطلاقا من الشواطئ المطلة على المتوسط أيضا. تفاصيل أوفى في أخبار السابعة، إلى اللقاء.